فعلاً هذا لذيذ جداً. ما هو أشكال كعكات القمرية التقليدية الصينية؟ طبعاً يشبه البدر، ولكن تختلف أنواعها من حيث الطعم والمأكولات. مثلاً هذا أكثر انتشاراً في الصيني، وهذا أكثر قرمشاً من طبقة الخارجية. أما هذا النوع من الكعكات القمرية فهو متميز ومعروف في العاصمة بكين. وبالإضافة إلى كعكات قمرية الباردة أصبحت منتشرة بين الشباب الصيني، فممكن أن تحاول إعدادها في بيوتكم. كعك قمر بارد نوع جديد أبدع طريقة إعدادها المحلي في هونغ كونغ الصينية. خلافها مكون من مسحوق الأرز اللازج ومسحوق الأرز عادي والدقيق القمح الخالي من خروتيني. بعد خلط المكونات وتحويلها إلى عجين يتم إنتاجه على البخار وتبريده في الثلاجة. كما يمكن وضع الحشو المفضل فيه لتشكيل كعك القمر البارد التي أصبحت منتشرة بين الشباب الصيني وخاصة في أيدي منتصف الخريف. تتنوع المكونات التقليدية المألوفة لإعداد حشوة لكعك القمر الصيني، تشمل المكسرات وأيضا سمسم أسود ومربى أحمر والصفار البيضاء واللحوم. أما الآن فلا يتوقف الناس في إبداع حشوة جديد مثل جبنة الكريم ومربى الفواكه والشوكولات ومسحوق الشاي. فهل توجد منتجات عربية يمكن أن تدخل ضمن كعكات قمرية صينية؟ فيمكنكم أن تحدث معنا في التعليقات.